كانوش باغيين الوالدين ديالنا الصراحة، وكان المشكل ديال البعد. كنا فهمتي، انا كنت في فاس وهي كانت في سلا، ومع ذلك شوية تقاتلنا وبقينا كان بزاف ديال الحوايج. المهم كان شوية ديال الحب وداك الشيء، لهذا صافي الحمد لله كل شيء داز بخير، وبقينا شوية متشبتين بديك الفكرة ديال الزواج. تجاب الله تيسير. السلام عليكم الناس اللي كيتفرجوا فينا في هذا البث المباشر. بغيت نشكر اي واحد كيشوفنا. معكم ايمان وايوب من مدينه سلا. بغينا نعاودوا لكم القصه كيفاش تعرفنا، وبزاف ديال الحوايج باش يستافدوا لي كوبل الصغار، خصوصا باش يزعموا على شي حاجه سميتها الزواج. يعني من الاحسن الواحد يقصد الحلال، ما كاين ما احسن من الحلال. اش غنقول لك، صدفه تلاقينا انا وايوب. انا اصلا ما كنتش عواله كاع، ولا كنفكر كانت عندي الفكره ديال الزواج، لا انا لا هو. منين هضرت معاه لقيت عنده نفس الفكره. كانت واحد صديقه ديالي هي اللي عرفتني عليه، كان كيهضر هو وياها وهذا. المهم كانت صديقه ديالو، شافني عندها وعجبته وصافي. هي في الاول ما كانتش كانت كتقول محال يهضروا وهذا وهذا. صدقت انا، عطاتني النمره ديالو صافي، وانا اللي صيفطت له ميساج هضرت معاه عادي. انا قلت يكون كصديق ديالي وصافي. صدقنا تزوجنا في مده قصيره، تفاهمنا، جا عندي. كان غادي مسافر، كان غادي لواحد الوجهه واحده اخرى، كان غادي للحسيمه. ومن بعد قال لي انا غادي ندوز غير نشوفك وغادي نمشي. صدق جا لهنايا، بقى 3 ايام هكاك. قال لي انا ما بقيتش كاع غادي للحسيمه، بقى هنايا صافي. هذا ما كان انا من الاول شفت ارتحيت ليه ولد الناس، وكان ظريف معايا بزاف ديال بزاف ديال الحوايج. اول حاجه الرجوله، يعني لا قال الكلمه كيقد بها، ماشي زعما يخوي بيك ولا شي حاجه بحال هكا، يعني راجل ونص. بزاف ديال الحوايج عارف اش كنقول. دابا المهم حنا يلاه بادين، وراك عارف بحكم حنا باقيين صغار وهذا، يعني مازال يلاه كنتقاتلوا ديماري بشويه بشويه. بشويه بشويه. دابا كنا تخطبنا في شهر 9 ودرنا اللاكت في شهر 11 ياك ايوب. في شهر 11، يعني ماشي بزاف باش تزوجنا، ولكن الحمد لله بيناتنا واحد التفاهم كبير وهذا. واخا كيكونوا المشاكل وكيكونوا بزاف الحوايج فاهمين، رغم الظروف، رغم بزاف ديال الحوايج. الصراحه شنقول لك، اللي البنت اللي كنت كنتخيلها في دماغي كي غادي ديك البنت اللي كنت كنقول انا عايش معاها وبزاف ديال الحوايج، البنت اللي كنت راسم في الخيال ديالي كنقول راه ما نتزوج تلقى شي بنت بحال هكا في هاد المواصفات هادو. بنت اللي في شكل الصراحه كتفهمشي، كتفهمك بلا ما تدوي وبزاف ديال الحوايج. و ساحيت ليها بزاف فهمتي، لقيت فيها داكشي اللي كان خاصني وكملاتني الصراحه. والله جينا وسبحان الله تقاتلنا، وانا رغم ذلك كنت غادي في واحد الطريق اللي شويه خايبه في الهلاك وهادي وشي مشاكل فيه. المهم الطريق اللي كتدي للحبس تلاقيت معها الصراحه، بقات كتنصحني قالت لي بعد من داك الطريق وداكشي ما صالح لك، هادشي فاش كنا مازالين غير ما عارفين. صافي قالت لي بعد من داك الطريق ما صالح لك شو داكشي، قالت لي شوف خدم شي خدمه ديال الحلال وداكشي اللي كان جاب الله تيسير. بدينا وربي يسر ما عنده. كنت كنسكن في فاس. صح حاجه نقول لك، فاس فيها بزاف ديال الذكريات زوينين وبزاف ديال الذكريات خايبين. قاش وقعوا لي شي مشاكل في فاس، ما كنت منحارف الصراحه في ديك فاس، ما خليت ما درت، بعت الحشيش فيها، دابز بزاف ديال الحوايج. ما شنقول لك، المهم ذكريات خايبين كانوا الصراحه فيها. واخا الدراري صحابنا تما وداكشي تحيه ليهم هاد المنبر ديال شوف تي في، بيس ليكم اخوتي. ناس ديال الضحى وزواغه ونز فاس كامله. دابا الحمد لله هنايا في سلا، الصراحه عجبتني الصراحه هنايا سلا، ارتحيت فيها بحكم ان فما عندي لا صحاب لا والو. عندي واحد الدري صديق ديالي واحد هو اللي كاين هنايا، وايمان دايره اختي مويا بزاف ديال الحوايج صاحبي. كنخرجوا كنساليو خدمتنا بجوج بينا، كنخرجوا بحكم ان حتى هي خدامه في داكشي ديال الاستيتيك، وانا كذلك خدام في القهوه بارمان. كنتلاقاو وكنخرجوا في العشيه مره في السيمانه، المهم على حساب مصيريف واش كاين ولا ما كاينش. ما كانش كنجيب بحالنا للدار، كنتكمشوا كنخلقوا السعاده من والو، نطلقوها فيلم ونبقاو جالسين. هادشي اللي كان الصراحه بالنسبه للقناه.
وإننا كنشاركوا حياتنا مع الناس. الحياة ديالنا اللي زعما محتارمة ما فيهاش شي حاجة ديال قلة الحياة ولا شي حاجة نتعرفوا فيها ولا شي بلانات بحال هكا. كنشاركوا مع شي ناس لي فلوك شي حاجة درناها زوينة. إيمان عاوتاني كذلك كتشارك معهم شي برودويات شراتهم بحكم أن داكشي ديال الدومين ديالها. كذلك كنديروا مقالب بعضياتنا كنضحكوا كنشطوا كنشاركوا مع لي فان اللي عندنا شويه د الناس كيتبعونا وعزازين عليهم الصراحه غير دوك شويه ولكن عزازين عليهم كيبقاو يوصلونا ميساجات حطوا 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 والله نقول لك اخويا هاد فلوس اليوتيوب جهلات عباد الله الصراحه وحق الله يتجهلوا بنادم جهل على هاد فلوس اليوتيوب ولا باغي غير يطلع ويدير ما عندوش مشكل كيدير فضيحه كيدير بزاف ديال الحوايج. نهضروا دابا على داك نزار السبتي وديك ندى حسي كان معاها شويه تخيط مع ديك القايده غيتا روينا كي مخي الحياه ولا ماركا كي كيقولوا لا شوفوا دابا كلشي كيدخل اليوتيوب كلشي عنده تليفون كلشي ولا بنادم بصراحه والله الا الحشوم بنادم شويه يخاف الله وينسى بانه راه كاينه غير الدنيا يفكر عشان شويه في الاخره وراه غيتلاقى مع الله سبحانه وتعالى شي حاجه اللي يستافد منها الناس. الصراحه كاينين الناس في اليوتيوب والله متبعينهم انا وايمان كيحطوا شي حاجه محترمه ثقافه عامه كيفيدوا بنادم كي بزاف ديال الحوايج ابار داك التخربيق ديال الروتين اليومي لا هذا خاني لا الناس كيحطوا شي مقالب باش كيطلعوا. ولكن شنقول لك عندنا واحد النسبه ديال البشر شويه عزيز عليها الشوه كشي غير بوز على والو الصراحه من بعد كيطيح داك الشيء راه دازو بزاف عداد من دوك الناس اكس 1 اكن 1 هادي هادي لقيتها كيموت البنادم الحوت صافي كشي بنادم كيدير غير الشوه في راسه هادشي اللي كان شي حاجه اللي يستافد منها البشر ماشي حاجه اللي هي الشوهه ولا هادي راه ما كاينش الصراحه. الامنيه ديالي انا وايمان راه كما اي جوج مجوجين كيحلموا انهم عم تيزيدوا شويه القدام نحقوا بزاف الله. ايمان تبارك الله مازال باغا تفتح شي صالون ديالها هادشي اللي كتحلم به هادشي ديما كتقولوا ليا وانا كذلك عاوتاني كنقول ان شاء الله يسهل الله غادي ايوب كيدير الرياضه بالنسبه للرياضه شنقول لكم اخوتي انا كنت كنلعب كيك بوكسين مواي تاي فو كونتاكت كنت ديت بطولات المغرب في لايت كونتاك وواصف بطل المغرب عدة مرات في الكيك بوكسين الكاي وان عندي اكثر من 12 بطوله جهويه كنت غادي في الرياضه مزيان الصراحه وما كان جات مع هاد الكونفينمو ديال كوفيد حبسنا في 2019 كانت اخر بطوله ديالي هي هذيك في ديك الوقيته صافي من تما مابقيتش كنتحرك حتى فلاصه مع كانوا كيحلوا ويسدوا كيحلوا ويسدوا كنتمنى ان شاء الله نزيدوا القدام في هاد الرياضه ان شاء الله مازال ان شاء الله غادي نتحرك فيها ومازال كنحلم انني نفتح شي لاصال ديالي ونحقق بزاف ديال الحوايج لحقاش الحمد لله عندي مناطي عندي ديبلوم ديال المدربين والمساعدين عندي السماطي ديالي تبارك الله والحمد لله كل شيء غادي مزيان ونتمنوا من الله الخير هادشي اللي كان تفضل خديتي الميكرو بغيتي تطلقوا يا خويا اش غندير لك اها مرحبا خويا واش غنقول لك العمل ديالك الوصفات اللي كديري بالنسبه للوصفات اللي كنت كنحط في يوتيوب كنصح بزاف ديال البنات كنحط كيفاش يصايبوا بزاف ديال الحوايج. نتمنى البنات ولا الدراري اللي انتريسي يدخلوا عندنا قناه ديالنا ايمان ايوب ومرحبا بكم كاملين حتى في الباج ديالنا ايمان ايوب حتى هي في فيسبوك ومرحبا بكم كاملين عندنا وحتى في تيك توك راه كنحطوا ديما كنحطوا داكشي محترم وزوين. هذا ما كان الدومين ديالي انا درته عن حب كنبغي كنت دايره واحد الدومين اخر وما كنتش مرتاحه فيه ومنين درت هذا الدومين هذا يعني عطيت فيه وباقا ان شاء الله نعطي فيه. شنو نقول لك انا هاد السيد هذا مرتاحه ليه بزاف ما كنتخايلش حياتي بلا هاد السيد هذا قلتها عند العدول قلت لهم هاد السيد هذا ما كنتخايلش حياتي بلا بي قال لي واحد النهار العدول قال لي شنو الشروط ديالك قولي لنا شنو الشروط ديالك قلت له انا هاد السيد بغيت يبقى معايا حياتي كامله لا راه دخلوا بيناتنا الناس وطراو لنا بزاف ديال الحوايج غير من الخطوبه واحد السيده من العائله بلا ما نذكر ديالي بلا ما نجبد الاسم ديالها وداكشي شحال خربقات شحال حرشات للوالدين ديالي للام ديالو مشات ما خلات ما دارت ولكن ما صورت حتى شي حاجه ملي كيكونوا جوج كيبغيو بعضياتهم حتى شي حد ما يوقف في طريقهم ما خلات ما دارت استعملت حتى السحر يعني السحر استعملاته باش تفارقنا
راه بزاف ديال الحوايج نويطه لا بغات ما كتبغيش تشوفني انا ماشي بغاتني انا بغاتنا حنا نتفارقوا قالت لي راه قالت لي هاد السيده هادي راه دايره لك السحر دابا دخلت عليكم في الله واش السيده غدير لي السحر شي كتبان نشوف كتبان كيوت دابا لي السحر ماشي طيب انا ما كنتش انا كنفكر كاع عاد كديري لي شي بلان وي ما كنتش ما كنتش كنفكر حتى انا كاع فهادشي وما كنتش كنامن بشي حاجه سميتها لا السيح لا العين ولكن فعلا هادشي كاين يعني الناس يردوا البال راسهم ما يثيقوش في اي واحد انا كنت كنعتبرها اختي اختي قسما بالله اختي ولاني اللي خرج منها ما هادشي قبل حتى ما نكون انا وايوب كانت كدير دي جيست ما هماش ولا يخلص كل واحد كتستعمل هادشي و... عاد زيد عليها كيكون ملي كيكون انسان خبيث هو واخا يكون مزوج واخا يكون هذا كيكون كيدير الوعاوع الخيانه الزوجيه بزاف ديال الحوايج ما كان ما كانش ما ديك الحياه بحال هكاك ما اش غنقول لك بقيت ما نقول لا حول ولا قوه الا بالله العظيم كيكون هو مدمر كيقول لك حنا راك عارف يعني كوبل يلاه بادين جواج انا شويه فهمتيني يعني ما مولفينش على بعضياتنا راك عارف يعني جوج كيسكنوا مع بعضياتهم ضروري المشاكل ضروري بزاف ديال الحوايج راه ماشي كنقول لكم الحياه راها واو صافي تزوجتي راه ما غيكونوا لا مشاكل لا والو ضروري من هذا الشيء واني كيغطيو بزاف ديال الحوايج بحال الحب وهذا كيغطي على داك الشيء ياك اي بزاف ديال الحوايج بحكم ايوب عصابي كنشوف ان شاء الله باغي نديرو دارنا نستقرو نخدمو على داكشي اللي باغي نديرو ايوب يمشي في الرياضه ديالو ان شاء الله يمشي بعيد ان شاء الله كنقولو بوغ لانستون ماشي دابا كنقولو بلاتي الوليدات واخا الوليدات اي واحد كيبغيهم ولكن كنقولو تنديرو شي حاجه علاش نرجعو ماشي نبقاو غير بلاص الاولاد بقى ولد من الديبار طيحت ولد كيما خلاها الخراز ما طيحت ولدي تتعرفي شنو كاين واخا انا عارفه شنو كاين وعيني لا ما عرفتي تقلب عليا ولا شي حاجه الوقت انا بكاين لا وقت لا ما نعرف ياك اخويا شنو جابهم الله مرحبا بهم واخا حنا الصراحه دابا ما بغيناش فهاد الوقيته هادي مازال شويه فهاد الوقيته الصراحه شويه مازالين فهمتي مزيرين وبحرا غاديين مع الوقت دقه دقه وادي وادي كتولي الاولاد راك عارف لي كوش الحليب هادي هادي كتقام كتزيد زير هما زوينين وكيجيو برزقهم ولكن لا كتبهم الله مرحبا بهم هادشي اللي نقول تحيه الناس اللي كيتفرجوا فينا دابا اش نقول لكم اخوتي شوف واحد الكلمه اللي غنقولها وديما كنبغي نقول هاد الهضره هادي وما الصراحه ما كتجيبهاش الظروف اي واحد كيبغي شي وحده عنده واحد الخدمه محترمه يمشي يقصدها يتزوج بها حيت الصراحه اخوتي ما كاينش ما احسن من الحلال ما كاينش بحالو صراحه بلي مكيرتاح كتولي تخرج انت والمراه ديالك واخا صغيره كتخرجوا العقد ديالكم في جيبكم ما كاينش اللي يهضر معاكم تمشيو لاي بلاصه كتوليو كتحسوا براسكم بحال الناس ماشي كامل دوزنا ديك المرحله ديال صاحب مع هادي وهادي ولكن مشيو الحلال الصراحه زوين ما كاينش بحالو ما كنقولش بنادم مسير تزوج حتى تكون عندك واحد الصالير محترم اللي يقدر يعيشك انت وديك السيده ولا متفاهمين غتخدموا بجوج ولا شي حاجه توكلوا على الله والله غيجيب التيسير هادشي اللي نقول لكم ضروري والمراره ضروري غادي تحتاج بزاف ديال الحوايج غتحتاج الحمام ديالها الكسوه ديالها السير ديالها ما غتجيبهاش انت غتعيشها في دار غتهبط على داك المستوى اللي كانت عايشه فيه مع باها ولا شي حاجه يا خصها تعيش بحال كما كانت ولا اكثر هادشي اللي كتكون كتحلم به اي بنت ما باش غتجيب نقطه بغيت نتطرق عليها تكمل واحد النقطه بغيت نتطرق عليها بالنسبه للبنات شوفوا البنات راه كنا كتبقاي تحلمي كتقولي بغيت ولكن داكشي حققيه لراسك خدمه خدميها لراسك ما عمرك كتسناي من الراجل هو اللي غيحقق لك داكشي شكون اللي كدير هكا اللي شخصيتها ضعيفه هي اللي كتسنى من الراجل يدير لها الطوموبيل يدير لها هادي يدير لها هادي ولا تلقاه واجد راه حلاوه الحياه هي انك تقاتلي مع هذاك الراجل راه ما يمكنش يعني نتوما والديكم وداكشي جيتو لقيتوهم واجدين بحكم حنا ديك التصويره في فيسبوك دار الضجه كلشي كيهضر ماشي عيب انك تسكني مع الام ديالو ماشي شي حاجه اللي عيب التذكير اخوتي بغينا انا كنت بغيت نهضر على هاد النقطه هادي دابا راه ما كاينش دابا راه فاس مشات عند الاخت ديالي ولكن راه ساكنه معايا
اللي باش تعرفوا راه ساكنه معايا وهذا الشيء كنا متفقين عليه انا وايمان من الاول. صراحه مازال ما فهمتش الحمد لله داك الشيء مساعدنا اننا كنكون انا وايمان في الخدمه كنجيو كنلقاو ماكلتنا طايبه بزاف ديال الحوايج ما كنجيو في العشيه كتجي ديك المجيه بالحلاوه الصراحه كنجيو كنتلاقاو معاه شويه كنضحكوا معاه المهم فهاد الوقيته كامله اللي تزوجنا عمر المشكل وقع بينا وبين ايمان حسبها بحال بنتها وهي كذلك حسبها بحال امها وكان انا كنشوف فيهم واحد الحب بوحديتو ابر انا وشي بعض الخطرات كنكون كنضحك مع ايمن شي ضحك خايب ولا شي حاجه كتقول ليه ده عليها هادي كتقعد تغوج عليها هي بصح كتقول لي ما تضربهاش واخا كنقول هذاك الشيء راه غير بالضحك كتقول لي لا ما تضربهاش شاف الضحك صراحه كتبغيها والله بحال بنتها. المهم الله يدوم محبه بيناتهم هادشي اللي عندهم الله يخليك لينا امي فاطمه. شي كلمه اخيره اخوتي تحياتي ليكم كامل الناس المتبعين شوف تي في وكنقول لكم دخلوا عندنا لاشين ديانا اللي هي ايمان ايوب وشكرا لخونا جواد اللي استضفنا وفتح لنا قلبه ديال شنقول لكم من هذا المنبر ديال شوف تي في وجا عندنا الصراحه شكرا ليه بزاف وتحيه لنا ديال شوف تي في وتحيه للمتبعين ديالنا شكرا بزاف اخواتي هادشي اللي عائلتنا والناس اللي كيبغيونا وش غنقول لكم شكرا بزاف وتحيه من هذا المنبر هذا شوف تي في كنشكروا كاع الناس اللي تفرجوا في هذا البث هذا من الاول حتى الاخر ديال البث هذا ما كان ان شاء الله مرحبا بكم ونكونوا درنا شي ايطاب ايطاب واحده اخرى ان شاء الله ولا شي جديد مرحبا بكم في اي وقت دارنا محلوله في وجهكم. بغيت هاد الحاجه بغيت نهضر عليها حيت انا عانيت من هادشي يعني قبلت من زواج عانيت بزاف الله يهدي ما خلق والناس بعدوا من هذا الشيء وتقربوا من الله راه ماشي ضروري انك ديري الحجاب وتهذا ولكن يكون قلبك زوين لا دابا هذا الشيء ما بقاش غير عند العيالات ولا هذا ولو ترجال تلتجؤوا لهذا الشيء يعني رجال ولو كيلتجؤوا لهذا الشيء والله يهدي ما خلق الله يهدي اي واحد والله يسامح على اي واحد هذا ما كان. شكرا اخويا جواد.